الزوز، الكسة، نفوس تحزم، تجضيط المكرمي، تجضيط ويانا تسهل يثينا أي بدون أتحفظ المكرمي. اليوم جبت لكم الحزام قبائلي، اللي يحب يتعلم المكرمي يدير الحزام. هذا الموديل يجي ساهل، الموديل قرنس لو سيربون يعني الحنش، لو سيربون افيك لي كولور. غادي نخدم نسعى سبع الخيوط، عندنا سبع خيوط، عندنا اصفر، اخضر، وردي، اسود، احمر، ابيض، بنفسجي. نسعى لو جون، لو فير، لو روز، لو نوار، لو روج، لو بلون، لو موف، لو فيولي. غادي نبداو سي كوتي اغوش، نبداو من جهة اليسرى. عندنا الخيط الاصفر اللي يمشي على كاع الخيوط هادو. نسعى لو فيل جون، اي الحون يقف الخيوط هاكيا. هذه الحوك في اللسن، كل خيط ندير له زوج عقاد كيفا موالفي نديرو. يمشي حتى الخيط البنفسجي، الخيط الاصفر هذا يمشي حتى الخيط البنفسجي. الخيط هاكي اوراق، هذه الحو يوك في الخيوط هاكيا. اما هذا الخيط ني فيولي ني اميدادي، كل خيط اسنخدم سناف نتكرسيوي، كل خيط ندرلو زوج عقد. بدينا من الجهة اليمنى اليسرى عفوا الى الجهة اليمنى. نبدأ الزلمة حمي ذي يفوز ثورا نطبق هذاكي او راكي غتنسليكا ثورا ادندب لو فيل ذاكي. حكم الخيط الاخضر يمشي حتى البنفسجي، ما يمشي ما يروحش على الخيط الاصفر هذا. لو فيل ذاكي هذه الحيوكه في الخيوط كي حامه ذا ميداديه كي الخيط هكا ورا يتسلي على فلاس اثنج اكني تاكي لا دوزيام ايطاب. هذه المرحله الثانيه، الخيط الاخضر يمشي على ستة خيوط، سبعة عندنا سبعة وهذا الاصفر نحيه صافي على خمسة، واحد زوج هذه الحقعة في خمسة. الخيوط كي كل خيط سنخدم سناف نتكرسيوي، كل خيط ندير له زوج عقد. مثلا نخدم هكا كي لا دوزيام ايطاب. نسعى ثلاثة لي زيطاب، عندنا ثلاثة مراحل، ومن بعد ثلاثة المراحل هذو ومن بعد هما لي يعاودو التكرار. العمل يكمل بالتكرير بثلاثة المراحل. هذا نبدل لو فيغاكي نجد هكا ثورة لو فيل جوناكي، الخيط الاصفر هذا هو يجي من جهة اليمنى يروح للجهة اليسرى، مي ما يمشيش الخيط هذا الوردي حتى الخيط الاسود. الخيط هكا وراء هذه الحو، اما هذا الخيط هكا افركال، يعني غادي نخدم يول سي ثلاثة أربعة خمسة وكتنكس هذه الحو غادي نغلق. ثورا الخدمة ثورا نخدم كات الونفير، لو جون هكا غادي يوال الونفير. كل خيط زوج عقد. دركا نبداو من الجهة اليمنى الى الجهة اليسرى، كل خيط نديرلو زوج عقاد، نتعاودي نديرو زوج عقاد يعني نديرو لاباكيت. Thank you.
هذه المرحلة الثالثة إن شاء الله. راكم فهمتوا، عندنا ثلاثة مراحل. الثانية كيف يخرج؟ بركة نولو المرحلة الأولى كيف بدينا. نكملوا بركة، نجيو لهذا الخيط الوردي، يمشي كاع على الخيوط هذو، على الخيط الأصفر الأحمر أسود أبيض بنفسجي أخضر، يمشي كاع عليهم. ومن بعد نحكموا الخيط هذا الأصفر يمشي على الخيوط هذو، ومن بعد الوردي هذا ما يطلعش عليه. صافي، نعاودوا المرحلة الأولى والثانية والثالثة. أنا نكمل العمل باك تشوفوا. عشان تحزمت ني كي تنخدم لا سينتور ني تقريبا تفوكا، نص سوي من الخيط هكايا سوي كي يختار لا طاي، ومن بعد سيس انتقسي القصه كاسيس. ما مازال يد كان شطوح داكيا اما نبداو راس فهم نخدم وكيا حمادة، ومن بعد الدوزيام ذوا ثورا ذوا اديوالن اكا حما باش بحال هكايا. راكو تشوفوا الحزام درتو قريب نقضاه، وهذا الخيط هذا القيس تاع لاطاي داك كي نحطو قدام الحزام نشوفو شحال نخدمو على حساب لاطاي. ومن الفوق كي بديتو خليت نص متر ودرت الطفيرة تاع ثلاثة، وهنا ومن بعد ندير البونبون، هنايا ندير البونبون دركا الخدمة نكمل. هذه مازال لي شوية بيبقي، مازال لي هكذا اللي بقى لي شوية، هذا نكملو. هنا رحت بالخيط الأسود هكذا درت كاع الخيوط، ومن بعد هذه المرحلة الأولى. بعد المرحلة الثانية الخط الخيط الأحمر مشى حتى ما قبل الأخير الخيط هذاك الاخضر، ما نديروش الخيط هذا نحيه. ومن بعد هذا الخيط الاسود ندير له يجي منا هكذا حتى الخيط الابيض، هذا الخط الاصفر ما نديروش. هذه المرحله الثالثه، ونكرر العمل هكذا حتى يبقى لي نخلي الخيط كيف خلينا من الفوق اللي نخلوه من التحت، نخلو 50 سنتيمتر باك نديرو طفيرة، ومن بعد نديرو البونبون. هذا هو الحزام اللي درت، جا رقيق، ولا حبيتو يجي عريض ديرو 14 24 تاع الخيوط كيف حبيتو، يجي لي زيكزاكي داخل اس كيل ثعبان ثعلب ثعبان هكذاك ازرم قناص بومبو زرم نير لو اس أثاث. سي دي باغيت سي دي نو و دخل بويض اسوليم الخدمة ياكي ديني سالون. ماما ما تخدم تحراود اتخمم 14 هذاك نخدم 7 الخيوط، زمرم اتخدم 14 الخيوط، زمرم اتخدم 24 باك ادس تهراود. ان كان تخدم كملا الخدمة مازال يشطوح اتفوكا اسخما بومبون او نتي دي زيكنا ذاكي ديني سالون. وكيد الخيط هكا ثورا غادي نلحو هكا كل خيط اصلا نخدم سنات كرسيوين وكي نموت نخدم على. ومن بعد نبدلو على نفوكي كل خيوط هكا نساليتن الخيط هكا فركا نساليتن يركلي. ومن بعد هاد الدم هاد ناود لي طاب في مزوروث الدم الخيط هكا اوراق هادي يلحو يوقف الخيوط هكا حما دانكيرو ياكا. ومن بعد فوسي هاد الدم الخيط هكا شبحان هادي يلحو افون ديغني ونخدم على انكيروني. ومن بعد لي طاب تي ثلاثة هاد النوغال سيكي هاد النوغال هاد نج يون الخيط سي الجهة ياكي ان شاء الله غادي لي تفهم او ندير اثمريليت. اذا كان خدمت زارز نعم طفيرة نديرو طفيرة تاع ثلاثة تخي فاسيل، نفاق الخيوط هني ثلاثة. ومن بعد نخدم زارز
كي نقلا غنخدم تزرست ثلاثة، هنا رانا نديرو التفيرة تاع ثلاثة. إلا قلت نخدم نقيس نفوكي هكا نتولي من لا سي جامي بيد فا تولي ما تخمم 14 في او ندفع هكا تهرا وانت هكا سبعة لفي لدفع هكا سبعة خيوط تخرج لكم هكذا ولا ديرو 14 تاع الخيوط تاع الخيوط تخرج هكذا العرض حيخرج هكذا ولا ديرو 24 تخرج لكم الدوبل تاع هذه ها كيف خرجت جات شابة سامبل دونك نكمل لي بونبون ديالها لي بونبون اسكملها كتكملها هتزدا تزال ستيكي حما صوبا نشتيكي ومن بعد سخما لي بونبون دو غالا غروان قمم ديال هنا